اليوم مدينة نابلس كماء المدن أصبحت على عملية على جريمة نكراء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بأحد شباب مدينة نابلس المشتبكين. رحم الله جميع الشهداء وجميع المقاومين. رسالتنا اليوم للمحتل وأعوانه، فإن المقاومة مستمرة. رسالة اليوم بأشلاء الشباب، جسامين الشباب، الاشتباك الشريف، البارودة الشريفة اليوم تثبت أن المقاومة مستمرة. حاولوا يطفوا المقاومة بجميع مسمياتها، ولكن كانت رسالة اليوم الشهداء من مدينة نابلس فإن المقاومة مستمرة، المقاومة مستمرة، المقاومة مستمرة. أما يجب رسالتنا إلى جميع الفصائل واجتماع الفصائل اليوم أمناء العامين، يجب أن نكون موحدين. دماء الشهداء يجب أن توحد الشعب الفلسطيني. كفانا دماء شهداء، كل يوم كوكبة وراء كوكبة ندفن الشهداء. المقابر انتلت شهداء، جف العين من الدموع تل الشهداء. ألا يكفي أن توحدنا دماء الشهداء؟ في رسالتنا اليوم للفصائل نستحلفكم بدماء الشهداء، نستحلفكم بآهات الأسرى، معاناة الجرحى. يكفي، يجب أن نكون موحدين، يجب إنهاء الانقسام. يعني أكثر من 15 عام الانقسام يجري حتى هذه اللحظة. إذا كان مش عارف يعني بس بيوت العزة هي اللي بتوحدنا، نيجي نمثل ونتصور نقول في وحدة وطنية، يا يعني ما في وحدة وطنية، ما انتهى الانقسام، ما بدنا الشعارات الرنانة. إحنا بدنا وحدة وطنية من أجل دماء الشهداء وتحرير المسجد الأقصى وتحرير أسرانا، والمقاومة مستمرة رغم أنف الجميع.